السلام عليكم أزول. Good evening everyone. Bonsoir tout le monde. أرانا في لقاء جديد معكم متتبعي هذه القناة. مرحبا بكم. ملعب تيزي وزو. صور جديدة لتحفة أو نجمة شمال إفريقيا بعد تنظيفه كلية وتنحية كل الأشياء الزائدة التي خلفتها الأشغال، كما يبدو لكم في هذه المقاطع الجميلة جدا، مدرجات عملاقة سورتو لي بالكون، سورتو المدرجات العليا تحفة. وهذا ما يميز هذا الملعب ويبرر تكلفة الإنجاز تاعو المقدرة ب 384 مليون أورو، بيانشير فاتورة كبيرة مقارنة بالملاعب الأخرى التي أنجزت في أوروبا، مثلا ستاد دو فرانس الذي كلف 364 مليون أورو، ستاد دو ليل تجول فرنسا 324 مليون أورو، ستاد دي لوميير تاع ليون تجول فرنسا 405 مليون أورو، ستاد تاع وشنو ثاني كليميرات ستاديوم تاع أرسنال سقام لهم 600 مليون، ستاد تاع غازبروم أرينا في روسيا سقام لهم 1.1 مليار دورو، كيف كيف تاع ومبلي ثانيك سقام لهم 1.1 مليار ثانيك، تكلفة كبيرة وكبيرة جدا. وثانيك ملاعب عملاقة بيان سور. إذن ملعب تيزي وزو سقام فاتورة، الفاتورة تاعو فاتورة كبيرة، ولكن مقارنة بالحجم تاعو ديجا هو مركب سي نورمال يسقام أموال كبيرة. إن شاء الله برك الإنشاء ولا لا رياليزاسيون تكون باحترافية، هذا هو المهم. إذن نخليكم مع هذه المناظر الجميلة وإلى الملتقى إن شاء الله، وما تنسوناش بالإضافة.